دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار. فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيدة للحل نغلب همنا، سعيد لفانا لو جاء استشار. أيامنا أحلامنا طفت بها، وتحقق المقصود من بعد الحوار. هيا بنا مدت يدانا نحوكم، فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار. أهلا ومرحبا بكم في دوائر صحية مع الأستاذ علي الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم دوائر صحية. نتمنى أن نقدم لكم في هذه الحلقة الفوائد الجميلة والرائعة المتعلقة بالصحة والغذاء. ابقوا معنا لتشاهدون المزيد. أسقط وأحيت كل من تاه وحار. فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيدة للحل نغلق همنا، سعيد لفانا لو جاء استشار. أيامنا أحلامنا طفت بها. حياكم الله في دائرة الأخبار الطبية والتي نبدأها بالعناوين التالية. مدانة الأطفال تزيد من خطر الإصابة المبكرة بداء السكري. التدخين يفاقم الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي. جرعة من فيتامين أي تحمي الأطفال من الملاريا. أما خبرنا الأول فمن برلين. حذرت دراسة حديثة أجراها مستشفى جامعي ألماني من أن البدانة تزيد من خطر الإصابة المبكرة بمرض السكري لدى الأطفال، وأثبتت الدراسة وجود تغيرات مرضية بالأنسجة الدهنية لدى الأطفال في سن المدرسة ممن يعانون من زيادة الوزن. أجرى مستشفى لابزغ الجامعي الألماني دراسة علمية لبحث العلاقة بين بدانة الأطفال وإصابتهم المبكرة بمرض السرطان، وأثبتت الدراسة وجود تغييرات مرضية بالأنسجة الدهنية لدى الأطفال البدينين الذين يبلغ عمرهم 6 سنوات. ووفقا للمركز الألماني للأبحاث والعلاج التكاملي لأمراض السمنة المفرطة، فإن هذه التغيرات المرضية الطارئة على الأنسجة الدهنية ترتبط ببدء مقاومة الأنسولين التي تعد أحد اضطرابات الأيض، وتمثل مرحلة أولية من داء السكري من النوع الثاني. وخلصت الدراسة إلى أهمية اتخاذ تدابير وقائية مبكرة لمحاربة بدانة الأطفال، ومن ثم الحد من خطر إصابتهم بالسكري في سن صغيرة. أما خبرنا الثاني فمن برلين. حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الرئة من أن التدخين يفاقم الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي لدى مرضى السرطان، وذلك استنادا إلى نتائج دراسة علمية حديثة أجريت على مرضى سرطان البروستات. وأكدت الرابطة أن التدخين يتسبب في الحد من نشاط الأجسام المضادة الخاصة بالجهاز المناعي، مما يؤدي إلى إضعاف مناعة الجسم. في دراسة ألمانية حديثة رصد الباحثون وجود تلفيات وأضرار مثل سلس البول لدى المرضى المدخنين، وذلك بسبب العلاج الإشعاعي. وقد وجد الباحثون أن المرضى المدخنين يكونون أكثر عرضة لحدوث انتكاسة وعودة الورم مرة أخرى مقارنة بغيرهم. وذكر الباحثون أنه عند التدخين تنشأ مادة النيتروزامين المسرطنة التي قد تؤدي إلى حدوث تغييرات جينية، وبالتالي تعزز من فرص الإصابة بالسرطان. وبالإضافة إلى ذلك يتسبب التدخين في الحد من نشاط الأجسام المضادة الخاصة بجهاز المناعة،
وبناء على هذه الدراسة حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الرئة من التدخين لأنه يفاقم الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي لدى مرضى السرطان. أما خبرنا الأخير فمن واشنطن. أوضحت دراسة أمريكية حديثة أجريت في 4 بلدان أفريقية أن جرعة واحدة من مكملات فيتامين A تجعل الأطفال تحت سن 5 سنوات أقل عرضة للإصابة بمرض الملاريا الذي يهدد أكثر من نصف سكان العالم. وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية يشكل مرض الملاريا تهديدا لأكثر من نصف سكان العالم، ويعد هذا المرض القاتل الرئيس للأطفال في بعض أجزاء من العالم، حيث يتسبب في وفاة أكثر من 7% من الأطفال تحت سن 5، وتحدث أكثر من 80% من حالات الإصابة بالملاريا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد أجريت دراسة أمريكية حديثة في 4 بلدان إفريقية هي بوركينا فاسو وموزمبيق ورواندا والسنغال لبحث العلاقة بين فيتامين ألف ووقاية الأطفال من الملاريا. ووجد الباحثون بكلية جونز هوكبينز بلومبرغ للصحة العامة أن جرعة واحدة من مكملات فيتامين ألف تحمي بفضل الله تعالى الأطفال تحت سن 5 سنوات من الإصابة بمرض الملاريا الذي ينقله البعوض، وخاصة إذا ما تم إعطاؤها أثناء موسم الأمطار عندما يكون بعوض الملاريا أكثر انتشارا. وقد نشرت هذه الدراسة مجلة الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، وذكر الباحثون أن فيتامين ألف يعزز الجهاز المناعي للجسم ويحسن القدرة على محاربة العدوى ويحمي الأطفال من الإصابة بطفيل الملاريا. وبهذا الخبر تنتهي فقرة دائرة الأخبار الصحية، ابقوا معنا في فقرة أخرى. أحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيدة للحل نغلب همنا، مساعد لفانا لو جاء استشار. أيامنا أحلامنا طفت بها، وتحقق المقصود من بعد الحوار. هيا بنا متفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في دائرة الحوار. ربما يتضح من المجسم الذي أمامي وهذه الفرشة الجميلة عن ماذا سنتكلم في حلقة اليوم. سنتكلم عن صحة الفم والأسنان لدى الأطفال. يسعدني أن أستضيف الدكتور حمد بن ناصر البقية، أستاذ مساعد في كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود. حياك الله دكتور حمد. أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله السادة المشاهدين خلف الشاشات، وأنا سعيد بقدوم هذه القناة العزيزة على قلبي. يعطيك ألف عافية. شكرا دكتور حمد. في الحقيقة يعني أنا عاجبني المجسم اللي أنت جايبه معاك هذا الجميل، يعني صفة الأسنان وشزينها بس إنها كبار مقاس ما شاء الله. هذا للتوضيح، هذا للتوضيح فقط وليست للحقيقة يعني ليست. طيب جميل. أنا ودي أسأل بالنسبة لصحة الأسنان عند الأطفال، يعني يمكن كثير من العوائل، كثير من الآباء، كثير من الأمهات لديهم استفسارات كثيرة بالنسبة لصحة الفم لدى الطفل. إحنا دعنا نتكلم عن، قبل ما ندخل في صحة الفم، نتكلم عن ظهور الأسنان بالنسبة للأطفال. متى تظهر ومتى ممكن الأبوين يقلقون في عدم ظهورها؟ وإذا ظهرت كيف تكون العناية فيها؟ أولاً الظهور متى ممكن تظهر الأسنان عند الأطفال؟ والله في البداية قلق الآباء على صحة أطفالهم من ناحية الأسنان متفهم. ظهور الأسنان غالباً في على عمر 6 شهور تقريباً تظهر الأسنان تباعاً، تبدأ بالأمامية اللي يسمونها القواطع. الأمامية العلوية ثم السفلية وهكذا، ترتيبها قد يختلف وهذا لا يعني ما يشكل خطر ولا ضرر، لكن إذا تأخرت عن 8 شهور 9 شهور
الأفضل أن يعني يأخذ لها نوع من الأشعة السينية بحيث أن الأشعة ليش عشان نشوف هل هي موجودة جاية جاية في الطريق كيف نموها، هذه كلها عند عيادة طب الأسنان بطريقة يعني محببة للطفل، خاصة إذا راحوا عند طبيب أطفال مختص طبيب أسنان أطفال مختص بحيث أنه يعني يأخذ الطفل بعناية أكبر. أما لو يعني يذهب لطبيب أسنان عام فقد يعني تكون أول زيارة للطفل غير محببة للطفل فتسبب له صدمة من طبيب الأسنان. فالأفضل أنا أنصح جميع الآباء والأمهات أنهم يأخذون أطفالهم إلى طبيب أطفال مختص، خاصة في بداية العمر لما يصير عمره 6 شهور 7 شهور 8 شهور، على الأقل يأخذ على جو العيادة يشوف الطبيب، يعني الطبيب طبيب الأطفال طبعا يسوي صداقة مع أول زيارة غالبا ما يتم فيها شيء بسيط، تعارف بينه وبين الطبيب الأسنان، بعد كذا يسجل له زيارات دورية ومتابعة، يعني طبيب الأسنان أطفال مختص في هذا الشيء وإن شاء الله بإذن الله. جميل جميل. بالنسبة لأول بزوغ الأسنان عند الأطفال يعني بعضها قد تكون أشكالها يعني ما تكون بشكل منتظم معين، أحيانا قد يكون بعض الأطفال عنده سن فوق الثاني يعني ما تكون بشكل طبيعي، هذه اللي هي تراكب الأسنان فوق بعضها، هذه ما تحصل كثيرا عند الأطفال لكن تحصل عند الكبار غالبا. إذا تراكبت الأسنان يعني لما يصير عمره 6 سنوات تقريبا وخرج السن الدائم فوق السن اللبني، ممكن في هذه الحالة لابد أن السن اللبني يخلع في هذه الحالة أول ما يطلع السن الدائم. جميل. زي ما عندنا في الصورة هنا نشوف الأسنان المرقمة بالأحرف A B C D E. حلو. هذه الأسنان اللبنية. هذه اللبنية. أي نعم. عندنا جميل. الأسنان 1 2 3 4 اللي تحت أكثر صفار. أي نعم. صفارة شوي. فأول ما تخرج الأسنان هذه 1 2 3 أول ما تخرج والسن اللي اللبني موجود السن اللبني لابد أن يزال أول ما يبزغ، لو رأس السن يبزغ خلاص السن اللبني انتهى عمره، يعني المفروض انه يزال. يعني الان انا اقول في سن موجود احيانا يجي يبدا يطلع ويصير لونه واضح هي. فانت الان تقول انه لابد نشيل السن الموجود اللي هو اللبني لابد يزال ما خلي بعضهم يقول خليه لين ما هو يطيح، لا تخليه الى ان يبزغ السن الدائم وهكذا، يعني الأسنان تباعا تقريبا. لو تشوفون المشكلة عندنا في السن الخلفي اللي هو رقم 6 هذا سن دائم دائم يطلع في سن 6 سنوات غالبا أو 7 سنوات عند الأطفال، الطفل هذا أكثر الأسنان تفقد اللي هو رقم 6. لماذا؟ لأنه يخرج في سن مبكرة وهو سن دائم ضرس دائم عليه أكثر يعني الطحن وغالبا الأطفال في هذا السن ما يهتمون بعناية الفم والأسنان، فما يأتي العمر مثلا 12 سنة 13 سنة إلا هو يعني مضطر أنه يخلع الضرس، بعضهم يتأخر إلى 15 سنة إذا الاهتمام ليس ما كان جيد. جميل. طيب يعني هذا السن الآن هذا ضرس أو ضرس آسف الضرس هذا يكون من مراحل مبكرة، إذا تسوس يعني صار في تسوس في مراحل مبكرة جدا هل يعني إيش العلاج الطبيعي له؟ العلاج الطبيعي له السوس تزال، يعني يزال السوس ويوضع حشو طيب دائم. لو شيء اضطررنا انه فعلا يعني يكون واصل العصب، اذا وصل العصب يعالج عصب، طبعا علاج العصب غالبا في سن مبكره ما يكون اكتمل نمو الجذر فيوضع له علاج عصب مؤقت نوعا ما يستحث فيها الجذور انها تكتمل، بعد ذلك ممكن تنتقل الى مرحله ثانيه اللي هي بعد فتره معينه لما تكتمل الجذور يعالج علاج عصب كامل. أي ضرس معالج عصب يلبس. جميل. لأنه يضعف السن ولا لا؟ يضعف السن نعم، يصير ميت الضرس. جميل. طيب إيش أكثر دكتور أسباب التسوس لدى الأطفال؟ الأطفال الرضع خاصة، خلينا نبدأ بالرضع. الرضع غالبا لأن أول شيء الاهتمام الوالدين فيهم، يقولون أوكي الصغير هذا ما نحتاج أن نفرش أسنانه كلها سنين ما يعني ما تسوى تعبها. بالضبط. لكن الأصل أول ما يبزغ السنين الأولين يعني هذه اللي تحت أو اللي فوق، يعني غالبا اللي تحت، يبدأ الأب أو الأم يحاولون
لو بطريقة أو بأخرى فيها زي الربر ممكن تحط على الأصبع تباع في الصيدليات البلاستيك تفرج فيها الأسنان هذه حتى لو بدون فقط يصب عليها موية ويتفرش الأسنان فيها هذه من عمر 6 شهور حتى لو يعضها الطفل فيها طبقة تحمل اللي هي الربر البلاستيك هذه فمن أول ما يبدأ الضروس تطلع أو الأسنان تطلع لازم يبدأ العناية فيها جميل. وكذلك الأطفال الرضع غالبا يرضعون الرضاعة هذه اللي فيها حليب الأمهات بعض مرات يضعون فيها سكر يضعون فيها سكر لماذا حتى الطفل يحبها يحب الحليب ويرضع بعد الفطام بعد الفطام جميل بعد الفطام يحاولون يحطون في الرضاعة سكر وبذلك يعني الطفل يحب الحليب الصناعي جميل. وتجد الطفل ينام عليه يعني ينام لو تشوف الصورة اللي بعدها أخذ الرضعة أي ونام ونام والرضعة طبعا الحليب فيه سكر أي نعم جميل. حتى لو ما في سكر بحد ذاته وجود الحليب الصناعي أكيد في سكر محلى يعني ننتقل إلى جميل نشوف الصور تحت وكذلك الصورة اللي بعدها الآثار هذه الصورة إحنا واضحة أي نعم بعد 6 شهور مثلا ممكن تحصل زي كذا يعني بكل سهولة إذا الطفل متعود أنه ينام بالرضعة فأنا أنصح الأمهات وش الحل يا دكتور في مثل معليش بعد النصيحة وش النصيحة للأمهات عشان أنهم في البداية ما يضعون سكر في الحليب جميل عدم تعود السكر ما يوضع في الحليب دائما الطفل لا تعوده على الاشياء اللي هي اللي طعمها حالي وكذا بعدين يرفض الاشياء المفيده اللي هي زي الخضروات زي بالضبط. الاشياء اللي هي تحس التذوق عنده ايوه حاسس تذوق تروح للاشياء الحلوه جميل. غالبا ما يحب الاشياء الحامضه جميل. نعم فهذه نتيجه مأساوية صراحه يعني الطفل يعني المفروض ابتسامته تصير بريئه يا سلام. فتنقلب الى ابتسامه بالطريقه هذه يعني خجوله حتى الطفل يمكن بعض المرات تاثر خاصه البنات ايوه صحيح البنات في اول سن الدراسه يتضررون من المنظر هذا جميل هذه لفته جدا رائعه انا انصحهم انهم اول شيء ما يحطون سكر شيء ثاني اذا خلص من الرضاعه يعطى حليب مويه بحيث انه يشيل التسوس ويشيل الحليب وكذلك اذا يفرش اسنانه قبل ما يروح النوم لا بد ان يفرش اسنانه ما ينام بالحليب او ينام بالرضاعه زي كذا يروح يفرش اسنانه وبعدين يروح المشكلة اذا نام الطفل الان مع رضاعته ونام يقوم صحي ومفرش اسنانه كذلك الاب والام إذا جاءوا يفرشون أسنانهم يفرشون أمام أبنائهم يفرشون جميل. سوا خلق العادة عندهم العادة عندهم جميل هذا اللي عندنا ممكن نجيها هذه العادة دكتور غرسها لكن أنا ودي أسأل بالنسبة للأطفال متى نضطر إلى خلع السن عند الطفل زي ما قلت ذكرت سابقا السن إذا طلع السن الدائم السن طيب. اللبني يخلع طيب الضروس الضروس إذا نفس الشيء إذا طلع السن الدائم يخلع اللبني إلا في حالة مثلا جاء في خراج مثلا في الضرس وخلاص يعني علاج عصب ما راح ينفع معه في هذه الحالة يخلع الضرس لكن يوضع طبعا إذا فيه فترة لسه فترة يعني معينة ما راح يبزغ السن اللي بعده للدائم فيوضع زي حافظ المسافات شلون اللي هو زي ما تقول موضح عندنا هنا وكذلك لو شوف مخرجنا الحبيب بس اي نعم مثل الخاتم مثل الخاتم يوضع على الضرس اللي خلف الضرس المخلوع الحين دقيقه بس الان الضرس المشيول تاشر لي عليه بس يا دكتور وين الضرس المشيول الضرس المشيول هنا هذا هنا زين ممتاز والان انت تقول نحط عليه واقي على الضرس اللي قبله وفي مسافه زي الحديده تدفع السن اللي اي مثل الخاتم جميل. تقريبا يوضع على الضرس الخلفي جميل و فيه مربوط فيه زي يعني زي اللي هو السيم او الحديده هذه متكي على الضرس اللي قبله تدفعه بس عشان نوع من التوازن اي حفظ للمسافه الى ان يطلع يبزغ الضرس اللي موجود دائم هنا قد يسال المشاهدين انت تحط الحركه هذه علشان ما يصير فيه تغير في الاسنان مسافات لان افرض ان هذا ما حطيناه يا سلام تمام
ومعنا برضو في الشاشة فيه صور لو تتكرم. طيب نشوف هذه. طيب بعدين. هذه الضرس هذا اللي هو رقم 6 اللي تكلمنا عنه شيء، هذا في الحالة هذه راح يتقدم قدام. طيب جميل. له قابلية أنه يتقدم قدام. يتحرك. ما دام ما في قدامه ضرس. أها. فهو الأسنان تحاول أنها تروح قدام تسد الفراغ. فتروح تسد الفراغ في حال في هذه الحالة بعد يعني مثلا سنة إذا جاء الضرس هذا بيطلع ما يقدر ما يلقى له مكان. جميل. فيطلع على جنب. فيصير عندنا مشكلة إيش؟ تقويم. زحمة أسنان عندنا هنا. أيوة. وكذلك في الضرس اللي بيطلع بعد هذا هو رقم 7. جميل. بيطلع ويمشي على قدام. فكلها تمشي على قدام المسافة هنا يعني بتصير ضيقة الضرس فيضطر الضرس أنه يخرج جانبي جانبي فتصير مشوهة تقريبا للأسنان الأمامية هنا. الحل أن نضع اللي هو بعد خلع السن حل بسيط الضرس. ولا يكلف حاجة اللهم زي الحديدة كذا تضع على الضرس الخلفي هذا ويحفظ المسافة إلى أن يخرج السن الضرس اللي بعده جميل النواجذ عادة. اي نعم. وفي عندنا بس كذا توضيح رسمات توضيحيه لو جميل هنا عندنا هذا السن اللي هو هذا رقم 6 رقم 6 خلع الضرس اللي هو الاي ايوه الاي خلع تحته 5 صح اي 5 لسه باقي له شوي لسه ما طلع الاي باقي له تقريبا سنه او سنه ونص عشان سنتين عشان يطلع جميل. يعني على حسب عمر الطفل رقم 6 حيمشي على قدام اي بيسد الفراغ جميل لأن ما قدامه شيء فحيروح قدام لما يجي يطلع 5 ما يلقى له مكان ما يلقى مكان فيطلع يطلع على جنب يا سلام يطلع على جنب فيسبب لنا مشكلة في التقويم وطبعا التقويم مكلف وغالي وكذا بس بطريقة بسيطة يحط حافظ المسافات يحميه من التكاليف هذه حق التقويم كلها. اها جميل جميل رائع. أنا ودي أسألك سؤال آخر لكن مضطر إني آخذ فاصل وأعزائي المشاهدين نعود و نواصل. أسقط وأحيت كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار سنساعد الحمل نغلب همنا. تغريدات. احرص على وجود الخضروات كالخس والجرجير والبقدونس في نظامك الغذائي لأنها تحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات المهمة للجسم. عالم الصحة. كل من تاه وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار سعيدة للحل نغلب غمنا سعيد لفانا لو جاء استشار أيامنا أحلامنا طفت بي. حياكم أعزائي المشاهدين نعود ونواصل نتكلم عن صحة الأسنان لدى الأطفال. دكتور حمد ما أدري أنا ودي أسأل سؤال أنا جايز لي الفرشة هذه صراحة لونها وكبرها يمكن إحنا نستخدمها إحنا نتكلم عنها مع يعني جينا نتكلم في حلقة كبار السن لكن بالنسبة للأطفال في طريقة معينة بالنسبة للتفريش تعليم الطفل كيف يفرش أسنانه خاصة يعني طيب أطفال تعرف أعطيك أنا بطن الأسنان هذه طبعا انا افضل ان الطفل حينما يعني يفرش اسنانه ما يفرش لوحده جميل يفرش عنده أو ابوه او امه او لنا احد كبير احد كبير اي جميل بحيث انه يعني يراقبه يعني لان بعض الاطفال تقول فرش اسنانك يروح يدخل الحمام يطلع ما تدري فرش اسنانه ولا حلو. اي كلام ولا فتفريش الأسنان طبعا فك هذا فك تقريبا للكبار الكبار ايه. الكبار لكن الصغار 20 سنة وضرس يعني قليلة جدا ما أقل من هذه بكثير التفريش غالبا كثير منا يعني يعرف أن الحركة الدائرية هذه إذا جيت عند اللثة تصير شوية بلطف يعني ما تضغط عليها بشدة الحركة من الفرشة مطلوب منها إيش للسن نفسه للأبراس والأسنان ف يعني جيت منطقة اللثة لا تحاول تشد على الفرشة اي لا تحاول بعضهم يشد غير كذا فيه الفرشة لازم تصير من نوع الناعمة جميل اللي هي السوفت السوفت او الناعمة فافضل انها تصير سوفت او ناعمة بحيث انها تمشي على الاضراس طبعا كل سن عندنا عندنا فيه ثلاثة اسطح سطح جانبي وسطح اللي هو سطح الضرس
وسطح داخلي اللي من جهة الـ هذا بالنسبة للأطفال. ايوه يعني احنا عشان حلقتنا اطفال حتى الكبار نفس الكبار، فكل ضرس لازم يفرش من الجهات الثلاث. جميل. من الجهه هذه، من الجهه الداخليه الطاحنه. اي نعم. والجهه الجانبيه. واذا جيت عند الاسنان الاماميه ما عندك يصير عندك الا سطحين، سطح اللي من هنا الامامي وسطح المداخل بس شويه اللي من داخل هذا. أيوة. جميل. السطح هذا على تحت كذا، والسطح هذا على 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 برا كذا، ونفس الشيء من الأسنان السفلية هذه على برا، والأسنان الداخلية كذا. طبعا الفرشة كبيرة طبعا أنا أقولها يعني الفرشة كما تساعد هي طبعا تكنس فيها الأرضية. اي نعم. فالأطفال غالبا يحتاجون انهم يعني عناية الأبوين يعني غالبا، يمكن طيب بعض غالبا لا يقل من لا يقل عن دقيقة يفرش أسنانه. هذه مدة التفريش اقل من دقيقة هذا ما فرش. اها. اي نعم. جميل. عشان يمر على 20 سن وضرس يعني لازم يستغرق دقيقة لهذا للطفل. الكبير ممكن ياخذ اكبر من اكثر من كذا. جميل. جميل. اي نعم. طيب خلق العادة عند الطفل يعني عادة التفريش احيانا هو نمط سلوكي اكثر من انه يعني بالضبط. انا احنا اللي اشوف انا اذا الطفل تعود من سن مبكر انه يفرش اسنانه كعادة، يعني العادات دائما تخلق عند الأطفال، فتحصل حتى الطفل ما يقدر يروح للفراش أو ينام إلا لما يسوي فيه حاجات معينة حسب البيت وقوانين البيت، اللي هو مثلا يفرش أسنانه، بعضهم يروح مثلا يقبل رأس أمه أبوه، هذه حاجات أساسية في الطفل. لما يأخذها من عمر صغير جدا ما يقدر يروح للفراش الا لما يسوي حاجات هذه. انا اعرف بعض الزملاء حتى اذا رحنا البر وكشتنا ما ينام الا لين، يعني في البر والبرد ودنيا ما ينام الا لين يفرش اسنانه. يفرش اسنانه. الله يذكره بالخير. اي نعم. طيب. دكتور انا ودي اسال سؤال اخر بالنسبه لتقويم الاسنان عند الاطفال. اي نعم. يعني يمكن الان فتره يعني يمكن موضة تقويم الأسنان، ويعني صراحة أخذت بعد إعلامي واجتماعي بشكل كبير. هل الأطفال يحتاجون إلى تقويم أسنان؟ ومتى وكيف؟ طيب أنا من ناحية تقويم الأسنان للأطفال يجيني كثير في عيادة مثلا يقول لك الأطفال عندي نحتاج أنهم إيش يفرشوا يروحوا للتقويم على طول، متى يقوم أسنانه؟ عندنا مثلا أسنانه متفلجة أو شيء زي كذا، عمره صغير يمكن على 10 سنين 9 سنين، فعندنا الصورة هنا توضح إن نشوف الطفل اللي قدامنا هنا أسنانه متفلجة متباعدة. الصورة اللي في الوسط، الصورة يمكن حتى اللي على اليسار الطفل، لكن في الدايجرام اللي فوق يوضح. أي الصورة اللي فوق لسه ما نزلت الأنياب، اللي هي الصورة اللي فينا الصورة اللي على اليسار ما نزلت، اللي في الوسط قام بعد تنزل الآن قاعدة تنزل، لما تنزل كلها ترص الأسنان كلها. جميل. زي الصورة اللي على اليمين. اللي على اليمين هذه هي المثالية. إيه نعم. في سن لما يكتمل نمو الأسنان كلها ترص الأسنان، تختفي الفلجات، فالطفل ما يحتاج التقويم في الحالات هذه. يعني تشوف في البداية لما تشوف سن 8 سنوات 9 سنوات تقول له والله الطفل يحتاج أسنانه متفرقة، هذه حالة معروفة بالبطة القبيحة أو حاجة زي كذا، مصطلح يعني يمكن ما يناسب، لكن هو مصطلح مترجم من مترجم حرفيا. أي نعم. أي. مترجم حرفيا من الإنجليزية، لكن لا يستعجل الأب والأم أنهم يودون أطفالهم لطبيب تقويم الأسنان، حتى طبيب تقويم الأسنان بيقول أصبروا له شوي لين يكبر الولد. أنا عندي رأي آخر بالنسبة لتقويم الأسنان. تقويم الأسنان مو أي حالة ممكن تروح تقويم أسنان. إذا فيه عوجاج بسيط أنا ما أشوف إن فيه تقويم أسنان يعني ضروري، يعني لأن تقويم الأسنان أنت تحط عندك هذه الأدوات هذه بريسز حق تقويم الحدائد هذه الصغيرة. جميل. هذه لما تركبها تحتاج عناية وتفريش قوي أكثر من السابق. يعني الرسالة ما توجهها للإخوان المشاهدين والمشاهدات انه والله مش اي ميلان في الاسنان او اي تعديل، يعني شيء خلل بسيط ما يحتاج الى هذا الجهد من التقويم، وانه لازم انا اسناني تطلع 100%. مو كل رصه الاسنان تصير واحده. يعني معليش دكتور حمد، انت قلت لي هذه اسنانك الحين هذه مايله شوي، لكن كنت مقتنع انه ما يحتاج اني انا مو بكل اي عوجاج في عوجاج او اي فلجه لازم. اذا انت مقتنع بالمظهر عادي ما عندك مشكله فيه، ومن ناحيه اكل وكذا تقدر تمضغ فيها ما عندك مشكله،
فليش تدخل في نفسك في مشاكل تقويم؟ طبعا التقويم لما تترك تفك التقويم يمكن ست سوسات تحت الحدائد هذه، لان عنايه الاسنان صعبه عند بعض كثير من الناس، وبرضه غير يعني في حالات في التقويم اللي هو لما تفك التقويم ممكن ترجع زي ما كانت، لان الاسنان لها ذاكره في العظم فترجع زي ما كانت، الا اذا حطيت حاجه يسمونها حافظ للأسنان، أيوة ريتينر أو حاجة يسمونه، أي نعم، نعم تمسك الأضراس في مكانها، لأن العظم يرجع الأسنان ترجع في مكانها السابق. جميل. يعني الكلام إنه ما نضطر إلى التقويم إلا للحالات اللي تستدعي. نعم. يعني أطباء التقويم عندهم هذه الرسالة واضحة ويوصلونها. طبعا يغلب عند بعضهم مرات إذا تجارية يعني نعم، وللأسف يعني هذه موجود في كل مكان التجاري ممكن، لكن في أطباء يعني ينصحون ويعطون النصيحة الممتازة للطفل أو الأبوين، وفي الأخير القرار الأول والأخير للطفل وأبويه يعني إذا بيسوي. لكن أنا أشوف أنه مو بكل اعوجاج في السن لو بسيط، إذا متحمل عادي، إذا مقبول عادي. يمكن للبنات أكثر يحاولون يعدلون الابتسامة أكثر من الأولاد، لكن لكل يعني هواء. لكن أنا أشوف أنه مو بكل الابتسامات لازم تصير نفس الرصة الأسنان وكذا، أنا ما أشوفه. جميل. طيب في سؤال بعضهم يسأل عن إنه والله مخرجنا يقول السؤال الأخير يعني يقولها بقوة يعني خلاص. السؤال الأخير يقول لك لون السن، يعني أحيانا بعض الأسنان تكون مايلة للإصفرار وبعضها تكون ناصعة البياض، هل هذا يعطي مؤشر على صحة السن أو عدم صحته، أو إنه اللون ولا طبيعي؟ هو الغالب إنها يصير ما تصير بيضاء يعني. العادة الأسنان الدائمة تصير أكثر صفارة من الأسنان اللبنية، لكن في الأخير أن نصير إيش، نحاول أن نخلي الأسنان كلها إذا أنها أسنان صفراء على صفار بسيط كذا ما عندها مشكلة، لكن إذا في صفار عامق هذا اللي هو القاتم هذه كلها ممكن يشوف الدكتور فيها، ممكن يصير عندها اللي هي طبقة المينا غير موجودة في أمراض جينية، وكذلك فيها اللي إذا جتها ضربة في الضرس ممكن يتحول إلى لون البني، فهذه برضه يعني حاجات ممكن، في بعض الأدوية ممكن تسبب إصفرار في الأسنان، فهذه مجالها يعني واسع. وإذا طيب رسالة للأم والأب بالنسبة أخيرة، يعني بالنسبة للأم والأب بالنسبة لعنايتهم بأسنان أطفالهم، يعني رسالة كذا عامة موجهة لهم. طيب أنا الأم والأب أنا أشوف أنهم إذا هم قدوة في البيت الطفل سوف يتعلم منهم تفريش الأسنان. الطفل يحاكي ما يفعله الأب والأم بدون توجيه كلمة، حتى لو كلمة واحدة. جميل. لما يشوفك بس تشوف تروح تفرش أسنانك، تسوي عادة الصحية المناسبة، حتى لو من الأكل الأكل يكون صحي. جميل. الطفل حيحاكي الأب أو الأم شئت أم أبيت. يا سلام عليك. طيب دكتور حمد أنا أشكرك في نهاية هالحلقة على المعلومات الجميلة وعلى المجسمات اللي جبتها معك. نتمنى أن نستضيفك في حلقة أخرى بإذن الله عن صحة أسنان كبار السن وليس الأطفال. البالغين طبعا وليس كبار السن، لأنهم اللي هم شياب يمكن قد تفهم. بإذن الله عز وجل يكون لنا لقاء آخر. أشكرك على هذه المعلومات الجميلة. حياك الله أبو هاشم. الله يعطيك العافية. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا في دائرة أخرى من برنامج وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. حياكم الله أعزائي المشاهدين في دائرة الغذاء. اليوم بنتكلم عن الغذاء خاص بالأشخاص اللي هم فوق سن 40. بنتكلم عن الغذاء المناسب لهم، هل الحواس تكون مثل ما هي قبل 40 أو بعد 40، حاسة التذوق، حاسة الشم، كل هذه الأشياء قد تهمنا في الناحية الغذائية. ماذا يحدث لكتلة عضلة الجسم، العضلات الجسم؟ نناقش هذه المواضيع الخاصة بغذاء الأشخاص فوق سن 40 مع أخصائي التغذية العلاجية أخونا وحبيبنا عامر العنزي. حياك الله معنا. الله يحييك ويبقيك سلمك إن شاء الله. يعطيك العافية. حبيبنا بالنسبة لتغذية الأشخاص فوق سن 40،
ليش سن الأربعين؟ ليش ما قلنا 45؟ ليش ما قلنا 50؟ إيش اللي يحصل؟ إيش التغيرات اللي قد تطرأ؟ طبعاً بعد ما يبلغ الشخص سن الأربعين قمة الهرم، ثم يبدأ الهرم بالنزول تدريجياً. أثناء النزول هذا تبدأ عملية الأيض تختلف. عملية تكسير الطعام تختلف، عمليات الهضم تبدأ تختلف، تطلع المشاكل، تبدأ التعب في كثير من الأشخاص يعني. فبعد الأربعين الأشخاص طبعا تبدأ يعني يزيد الوزن، لأنه عملية الأيض اختلفت، قلت عمليات الحرق لم تكن كالسابق. جميل. أيام الثلاثينات كان يأكل 2000 سعرة حرارية لنفرض. الآن لو أكل 2000 قد يحرق 1500-1800 ثم يبقى 200. جميل. 200 هذه تبقى طبعا مع الوقت 200 على 200 على 200 ثم يبدأ الوزن بازدياد. طبعا زيادة في بعد الأربعين في الغالب في غالبية الأشخاص ومجتمعاتنا العربية أنه نادر ما تصير في حركة في رياضة، فتبدأ لما يزيد الوزن تبدأ مشاكل العظام، مشاكل الاحتكاكات، تبدأ مشاكل الآلام الظهر. فهذا ما يتعلق في سن الأربعين. جميل. يعني أنت تتكلم أنه الآن بعد سن الأربعين زي ما ذكرت تبدأ المشاكل. هذه المشاكل اللي قد تطرأ على الإنسان بعد سن الأربعين، هل لها علاقة مباشرة بنوعية الغذاء؟ سببها قد يكون غذاء، نوعية غذاء سابق، أو حتى تلافيها أو يعني معالجتها أو التعامل معها بنوعية غذاء جديد؟ طبعا احنا نتكلم بعد الأربعين، هذه البداية. طبعا في السابق فيما يسبق الأربعين يبدأ يتجهز الشخص لوصول مرحلة الأربعين، كمال العقل. ولما يتجهز الشخص لسن الأربعين يجب أن يبدأ بالرياضة بداية، يحاول أن يكون وزنه ضمن الحدود الطبيعية، يغير نمط الحياة، يبدأ يتغير نمط النوم بدل السهر، المفروض أنه ينام بدري. جميل. الحركة، المشي، تخفيف الوزن، الرياضة. الآن الأجانب يبدأ تلقاه 50 سنة 60 سنة 70 سنة هو ما شاء الله يمشي ويتحرك خاصة ونشط. الأوروبيين والأمريكان نعم الأوروبيين تحصلوا نشط، يتحرك. عالمنا العربي لا، لما تبدأ سن الأربعين بدأ مرحلة أنه يجهز للتقاعد، وصل 60 تقاعد، ثم بعد زاد الوزن وبدأت المشاكل والأمراض. نعم. طيب من ناحية يعني يمكن غذائية، إيش الأشياء اللي لابد الإنسان أنه يركز عليها في وجباته الغذائية بعد سن الأربعين؟ طبعا بعد الأربعين مفروض أنه الشخص يفترض أنه يعود للأكل الصحي. الأكل الصحي أنه يقنن استهلاك الدهون، يكثر من الخضار والفواكه. جميل. الألياف، الحبوب الكاملة، خبز النخالة مثلا. يبتعد، يقلل، يكثر من اللحوم، لحوم الأسماك، لأنها تحتوي على الأوميغا 3 فاتي أسيد، وهذه مهمة لمحاربة الالتهابات، مهمة لنمو للعقل. نعم. والذاكرة، حتى يتجنب بعد 10 سنوات وبعد 20 سنة يتجنب المضاعفات حق كبر الشيخوخة والهرم وكبر السن. طبعا كذلك تبدأ طبعا العظم يبدأ يعني لم يكن بقوة السابقة. فالمراحل هذه طبعا هي عبارة عن مراحل عمرية الشخص الآن عايشها وأموره كويسة وممتازة. فلما يزيد فيه العمر يصل للستين، هنا تبدأ المشاكل. في سن 60 تبدأ يفقد الشخص طعم الأكل، تخف درجة إحساسه بطعم الأكل. جميل. تخف قوة الشم عنده، تخف، تبدأ تضعف بعد 60. عشان كذا أنه كثير من الأشخاص يبدأ بعد 60، وأنا شفتهم صراحة، انه يبدا يطلب ملح. ليش؟ لانه ما جالس يحس بطعم الاكل المالح. الان لما يكثر الملح وهو قد يكون فيه ضغط او يكون فيه مرض قلب او مرض كلى، او تبدا تدخل في المشاكل الثانيه. جميل. النقطه الثانيه في المرحله هذه تبقى اخر حاسه قويه، تبدا
حاسة التذوق في السكريات تكون قوية، فيبدأ الشخص لأنه يحس بطعم الحلا والسكر فيبدأ يستهلك كميات سكريات كبيرة، فتبدأ مشكلة زيادة الوزن من جديد. أها طيب. قبل الحلقة كنا ندردش وياك عن كتلة العضلة. إيش اللي يطرأ عليها كتلة العضلات في الجسم؟ نعم. المتقدم طبعا بعد 60 تقريبا تبدا العضلات والكتله العضليه يفقدها الشخص. هناك مواد كثيره قد يعني بدات الشركات في وبدا العلماء في الابحاث فوجدوا انه توجد ماده اسمها طبعا الاختصار حقها HMB، هذه تمنع تكسر او فقد العضلات. الماده هذه طبعا الان في شركات كثيره صراحه بدات تضيفها الى بعض المنتجات حقتها كالحليب مثلا، فيضاف لها المادة هذه. بعد 60 يبدأ الشخص مثلا يأخذ المادة هذه وتمنع أو تخفف من فقد الكتلة العضلية. النقطة الثانية في بعض الشركات بدأت تضيف الآن اللي هو الأوميجا 3 فاتي أسيد. الأوميجا 3 فاتي أسيد بدأت تضيفه على مركب شبيه بالعصير، يعني كبير السن الآن لو بتعطيه يكفيه الدواء الأدوية اللي عنده صحيح. فلما تعطيه تزيده الأدوية ما راح يتقبلها. الآن في كثير من الشركات أضافت الأوميجا 3 فاتي أسيد أضافته إلى العصير، تقريبا هو مادة مركبة شبيهة بالعصير، القاعدة حقتها عصير مثلا فواكه أو رمان أو أيا كان جميل. وأضافوا لها المادة هذه، فيستهلك الشخص تقريبا يوميا علبة واحدة منها، يكون أخذ كفايته اليومية من الأوميجا 3 فاتي أسيد مثلا. كذلك الخضار والفواكه فيها مواد كثيرة يحتاجها الشخص، الفيتامينات، المعادن، في أمور كثيرة يبدأ الشخص يحتاجها يستهلكها. نقطة أساسية ومهمة، كثير من كبار السن يدخلون في مرحلة الجفاف لأنه لا غير حريص على شرب الماء. نعم، فهذه يجب أن ينتبه لها الناس المحيطين بالشخص هذا. كبير السن يحتاج عناية خاصة، يحتاج توعية بطريقة معينة ليست بطريقة الأمر والنهي. توجيه جميل، هذه مهمة. نعم جدا. نعم. في أسلوب التوجيه يفترض أنه ندخل فيه بإقناع أنه هذه المادة ضرورية علشان كذا، ممكن أنه بدل مثلا السمك ما يستهلك سمك مثلا كبير السن في العادة، خصوصا المناطق البعيدة عن البحر صحيح. السمك يعتبر نادر جدا أو غير مرغوب فيه صحيح. فعلشان تعوضه في الأوميجا 3 فاتي أسيد مثلا تعطيه العصير هذا مثلا. جميل. أنا بسأل سؤال بالنسبة للحبوب اللي هي المكملات الغذائية. نعم. هل ينصح باستخدامها في فترات معينة من العمر أو تقول لا والله يأخذها المصادر الطبيعية وتكفي؟ المصادر الطبيعية هي الأفضل. الأفضل إن تعذرت فالمكملات تعتبر ضرورية. في بعض الأمراض مثلا والشخص صار عنده نقص شديد فيها يجب أن يأخذها، مثلا فيتامين د. جميل. الآن كثير من الناس عندها فيتامين د ناقص والكالسيوم. جميل. فإن لم يستطع أن يأخذها من مصادرها الطبيعية أو كان النزول مثلا في الفيتامين د مثلا أقل من 10 أو مثلا 6 ولا 5 الآن نقص شديد، يجب أن يؤخذ مكملات علشان جميل تغطي النقص. نعم، يغطي النقص الحاصل. أشكرك دكتورنا حبيبنا على الحلقة الجميلة الرائعة، ونتمنى أن نراك في حلقة أخرى بإذن الله عز وجل. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. الله يحفظك. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا في دائرة أخرى. أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. كشف خبراء التغذية عن الفوائد الجمة التي تحتويها ثمار الكيوي، فهي غنية جدا بفيتامين جيم، فكل 100 جرام منها تحتوي على 300 ملي جرام من هذا الفيتامين، في حين أن البرتقال يحتوي على نسبة أقل بكثير من هذه الكمية، ويرى الخبراء أن هذه الكمية تغطي حاجة الجسم اليومية. وأثبتت الأبحاث أن ثمار الكيوي فعالة في مقاومة التهابات الأنسجة والتخلص من حالات الرشح الشديد بزيادة قدرة الجسم الذاتية على الدفاع الطبيعي، كما تقاوم اضطرابات الدورة الدموية بمنع الإصابة بفقر الدم وتقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، كما أنها تنشط خلايا الأنسجة العصبية. وثمار الكيوي أيضا ملينة للأمعاء وتساعد في عملية هضم الطعام، وتحتوي على نسبة جيدة من فيتامين ها.
الذي يقاوم الإصابة بالربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى كالسعال وسيلان الأنف. وفي دراسة علمية أجريت في جامعة أوسلو تبين أن للكيوي مفعول الأسبرين دون التعرض للآثار الجانبية الضارة الناتجة عن تناوله، ووصفت ثمار الكيوي بأنها تحرس القلب والأوعية الدموية. كما أن العديد من الدراسات العلمية والأبحاث الغذائية تشير إلى أن الانتظام في تناول الكيوي قد يغني المرأة عن تناول العديد من الأدوية والمنشطات. تحتوي ثمار الكيوي على نسب جيدة من الأملاح المعدنية، فكمية البوتاسيوم الجيدة التي تحتويها حبة الكيوي تلعب دورا مهما في الحفاظ على السوائل الموجودة في الجسم والتحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى الفسفور والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والزنك. وثمار الكيوي مدرجة في لائحة الأغذية المفيدة للحمية الغذائية لإنقاص الأوزان لأنها تساعد في الشعور بالشبع والاكتفاء من الطعام. وتحتوي أيضا ثمار الكيوي على حمض الأرجينين الذي يساعد في علاج العجز الجنسي لدى الرجال. أما بالنسبة للنساء فينصحنا بتناول الكيوي قبل وأثناء الحمل لأنه يساعد في بناء خلايا الدم في الجنين بسبب احتوائه على حمض الفوليك، كما يساعد في ولادة صحية للجنين. وتفيد ثمار الكيوي في الحفاظ على سلامة البشرة ونضارتها. وقد بينت الدراسات أيضا أن لبذور الكيوي قيمة غذائية كبيرة، فزيت بذور الكيوي يحتوي على نسبة كبيرة من حمض الفاليلونيك وهو جزء من أحماض الأوميغا 3 التي تحافظ على سلامة القلب. كلما انتهى وحار فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. وإلى هنا أعزائي المشاهدين والمشاهدات نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى أن نكون قدمنا الجديد والمفيد. ابقوا معنا على الموعد في الأسبوع القادم. دوائر أروت فؤاد الباحثين أسقط وأحيت كل من تاه وحار. فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيدة للحل نغلب همنا مساعد لفان لو جاء استشار. أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار. هيا بنا مدت يدانا نحوكم فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار. فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار.